يشهد نشطاء الوكالات السياحية بالجزائر حالة من الفوضى نظرا للانتشار غير العادل للوكالات التي يسيرها في غالبية الأحيان أشخاص ليست لهم علاقة بالقطاع. إكرام طيباوي. 1800 وكالة سياحية بالجزائر، عدد هائل، لكن الفاعلين في القطاع يصفونه بالفوضى، لا سيما وأن 80% من هذه الوكالات يسيرها سماسرة ومضاربون يبحثون عن الربح السريع. 80% مختصين إلا في العمرة والحج. Alors c'est pas l'identité réelle d'une agence de voyage. هذه وحدة. الآن العمرة 20% راها تنباع au niveau du comptoir de l'agence de voyage. و80% تنباع في المساجد، تنباع في القهاوي، في الكيوسك. كاين بعض الوكالات اللي راهم يحلوا يفتحوا المكتب تاعهم ابتداء من الساعه 5 مساء حتى العشاء او مومون او لادمينستراسيون اي فيرمي. تجاوزات الوكالات السياحيه يتكبدها المواطنون بالدرجه الاولى، مما جعل تعاونهم في التبليغ عنها اكثر من ضروره. احنا رانا نصفيو في المهنه ونصف لازمنا نصفيوها بطريقه قانونيه. مادام يعني المواطنين ما يخاطبوناش او ما يشكيوش للوزاره او للجنه الوطنيه او للنقابه ما يمكنناش. تلاعبات بمختلف الاساليب باتت تميز نشاط وكالات السياحه والاسفار، مما جعل الرقابه المحكمه وتطهير القطاع من المضاربين والسماسره ضروره لا مفر منها.